طالب مجتهد في كليه هندسه، فالورق ده اتاخر، فده كان سبب من تاخير الاستئناف النهارده. كان امبارح كان تاخير الاستئناف بتاع الاستئناف كان كله كان امبارح بتاع طلبه، الاستئناف بتاع اسلام اتاخر لبكره، غلط محامي اللي هو ما قدمش الورق اللي هو بيثبت ايده بالجامعه. ثانيا احنا لازم لما هنقول في اعتصام او في اي حاجه من كده، لما حد يجي يقول لنا انتوا عاملين اعتصام ليه، احنا عاملين اعتصام عشان 1 2 3. فاحنا لما كنا داعيين عندنا في اعتصام في جامعه حلوان هناك، كان المفروض الاعتصام النهارده على اساس الاستئناف بتاع حليم حناش كان امبارح، فقلنا الاستئناف لو اترفض هيبقى في اعتصام، فالاستئناف امبارح اتوافي عليه. حاليا في بكره الاستئناف بتاع اسلام، فالاعتصام هيبقى بعد لو الاستئناف اترفض هيبقى في اعتصام، لكن الوقف حاليا بالطالب بان اسلام طالب في هندسه حلوان يبقى زيه زي طلاب جامعه القاهره وجامعه عين شمس. امبارح في الاستئناف كان رئيس جامعه القاهره ورئيس جامعه عين شمس ورئيس جامعه الازهر كانوا موجودين في الاستئناف، بحيث ان رئيس جامعه حلوان ما خطرش في باله خالص ان في من عنده طلبه في جامعته موجودين بيتحكموا، ما اتحركش من مكتبه نهائي ولا راح يحضر الاستئناف. فاللي احنا بنطالب بيه دلوقتي في الوقفه ديت اللي هو اصدار من العميد حاليا اللي هو يعني تضامنا مع اسلام لازم يصدر بيان. يا جماعه احنا اول ناس يا جماعه اعلنا ان في اعتصام، واللي جاب مصر اليوم امبارح عليا في تصريح للمقاومه ان في اعتصام، بس انا دلوقتي شايف الاعتصام ملوش اي جدوى، عشان هو الغلط غلط محامي، عشان المفروض كان جلس الاسلام لكل الطلبه امبارح وكل الطلبه يخرجوا ده اساس. بس يا ريت النهارده ما في اعتصام، بكره نعمل حسابنا، لو ما خرجش في الجلسه ساعتها هنعتصم كلنا، وهنيجي كمان من الجامعه نعتصم هنا، عشان هو اللي بقى اسلام عز بس. وقلنا لو هو ان شاء الله خارج اساس، يعني 99.9 اسلام خارج كده كده الجلسه بكره، هو